تبي معلق قاعد يناظر مباراة مو بجواله على القناة الخالي. طيب خلي اضبط الاسماء في البداية. السلام عليكم اول شيء. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اما بعد ديري الفاض قاعد يسجل هذا من جد. طيب رايب طيب نشوف ديتوز مرة ثانية. واضح ان توكي اليوم ناوي على ديتوز من كل النواحي. هذا السيمي فاينل صح؟ سيمي فاينل بين غانندورف وغانندورف. غانندورف احمر غانندورف ابيض. انا الحين ما ادري ايهم غانندورف ابيض. اوكي غانندورف ابيض بيكون فورك على الجهة اليسار طبعا, وتوكي على الجهة اليمين اللي هو غانندورف الاحمر. كل اللي قاعد تشوف انا قوة تخبيط صراحة. ضرب يمين وضرب يسار ولا فيه ما في مهارات. لا في مهارات بس كلها تخبيط كالعادة. كومبوز غانندورف المعتادة. حاول الاعتماد على سبايك الكبير. اكيد اي ضربة من غانندورف ممكن تجيب العيد في الشخصية الثانية لو طاف قليلة. كل الشخصين يحاولوا طبعا يعتمدون على السبايكس بشكل كبير, لان سبايك ممكن من 30 من 40 يرجع لك المباراة اذا كنت خسران طبعا. الحين كل اللعب قاعد اشوفه على زاوية واحدة حرفيا. يرجعون واحد يحاول يسوي الثاني سبايك, هذا يرجع بعدين هذا يرجع بعدين يرجعون, واحد يضرب الثاني بعدين يرجع الثاني يعطيه سبايك, بعدين يرجعون الاثنين واحد ينضرب من الثاني. وصلت طاقة طاقاتهم 101 112. اوكي راح اللعب الحين الجهة الثانية. لا والله رجع الجهة الأولى. لو بنحسب وين فترة اللعب جهة اليمين وجهة اليسار أكثر بتكون جهة اليسار تقريبا 80% أعتقد. اوه لا حلو من توك غير اللعب شوي. طبعا كان دور صعب انه يرجع شخصية ثقيلة والوضع. اوه ما مدانا خلاص الحين رجعت الماتش مرة ثانية متساوي. نرجع للتخبيط في البداية والصقع والتطير في النهاية كالعادة كعادة لعب كان دور طبعا. عشان كذا غانندورف من الشخصيات اللي تقلب الماتش ممكن بحركة واحدة. على كذا بيكون 1 توكي فورغ 0. طبعا لا ديستنيشن كل شيء مسطح. شخصيتين قوة تخبيط. بنشوف ماتش خلص بسرعة مثل الماتش الماضي, لأنه حرفيا كل واحد قاعد يضرب الثاني ضربات على الأقل 10% إذا ما كان أكثر بكثير. ممكن ضربتين تعدد لك الماتش إذا الفرق بينكم 30%. الاعتماد على سبايكس مثل فكرة في الماتش الماضي, كل واحد حاول يسوي الثاني سبايك, وممكن اي سبايك يقلب لك الماتش 180 درجة مثل ما قلنا كم مرة. لا لا قدر يوصل اتوقع انت حارب. يا سلام سبايك, انا قلت سبايك ممكن يقلب لك الماتش 180 درجة كذا بالضبط. استخفاسة وين التك؟ او لا ما في تك هنا. طبعا انا قاعد احلق الحال, لو واحد معي الحين كان بدا يضحك يوم قلت وين التك لان انسايد جوك. بس اوكي طالع سامج هنا. فورورد سماش غانندورف وبرع. قوة تخبيط قوة تخبيط قوة تخبيط وبرع. هذا النظام اللي قاعد يصير في الماتشين الماضيات. طبعا هذا الشيء مو بسيء, لكن هذا هو نظام شخصية غانندورف. ودام انها ديتوز هذا الشيء اللي قاعد اشوفه انا حاليا. شوف طعم طخ طخ, ولون بنفسجي هنا يجي ولون بنفسجي هناك يجي. طبعا مثل ما تلاحظون توكي 86 99 الحين وبور 39. طبعا 1-0 لتوكي الماتش الاول. يا سلام يا سلام سبايك ثاني بنفس الماتش. اي سبايك من غانندورف ممكن يقلب لك الماتش مره واحده. الحين النتيجه 1-1.
اختيار المرحلة بيكون لإيش؟ سماش فيل. الماتش بدأ مرة تانية بجانندورف ضد جانندورف، هما نفس الشخصيات نفس الألوان ما تغيرش ولا حاجة. زي ما نلاحظ كده أن قوة الضربات طبعا يعتمد عليها شخصية جانندورف كشخصية أحد أقوى شخصيات اللعبة. الشخصية البطيئة ذات الطابع القوي والضربات ال أوكي أنا ما بكمل. طيب توكي على ما يبدو أنه مسيطر عكس الماتش السابق، اعتماد على الاستخفاس مثل ما نسميها والسبايك. ممكن الحين أي ضربتين من فورد جانندورف يرجع الوضع متساوي من الأول. كان يحاول فورج يسوي قبل شيء نفس الحركة اللي سواها فيه توكي في أول ماتش، إنه ينتحر فيه. إذا انتحر فيه فبيحسب الستوك له، ولكن هنا بيكونوا متعبين وهذا الشيء مصلحة. أوه 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 استن، هذه بتسبب مشكلة مرة. طيب الحين الأفضلية لتوكي، ولكن ممكن جانندورف ممكن فورج جانندورف يرجع الماتش من الأول. توكي قاعد يحاول يسوي سبام. شوف الآن قوة التخطيط حاصلة. أوه أنا قاعد تسجل الكاميرا. أنا أحتاج بريك للأبد. تفزت على سيف أخيرا. أوه طبعا هنا قبل شوي كان فاصل. أوه انتحارا من توكي. كان يحاول ياخذه معاه ولكن ما قدرش. هل ممكن نشوف فورد جانندورف يرجع؟ ممكن. جانندورف ماله امان، حاجتين في الدنيا ملهاش امان، جانندورف والنسوان. اوه لا 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 خطا من توكي، ما قدر يسوي الفانش صح. اوه مثل ما صار في الماتش وين الفاينل هذا؟ سيمي فاينل. وبكذا نترك التعليق لثامر السعدون لانه قال يبي يرتاح. انا مفروض لا انا ما بلعب. طبعا بكذا توكي يوصل للفاينلز. انت مين كيف انت وصلت اللوزرز؟ انت طلعت اللوزرز؟ مين هزمك؟ اجل على كذا.